ان شاء الله النهارده يا باشمهندسين هنتكلم عن توتوريال 11 اللي هي شيت 4 او شابتر 4 اللي هو الالكتريكال السيستمز الالكتريكال. بقى احنا كنا شفنا في الشيتس الاولانيه الميكانيكال سيستمز اللي هو ماس وبيتحرك بفيلوسيتي وفي سبرينج وفي دامبر وفي فريكشن، دول كلهم كان اسمهم الميكانيكال سيستمز. والنهارده هنتكلم عن الالكتريكال سيستمز. قبل ما ندخل في الالكتريكال سيستمز في بس مسالتين في شيت 2 موديفايد اللي هو الشيت 2 اللي انا منزله لكم او هتلاقوه على الام اس، في مسالتين اللي هما كويستشن 7 و8 هنقولهم الاول. هنبدا الاول بكويستشن 8. بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي موديل لسيرتن دايناميك سيستم بالمنظر ده، اكس 1 دوت بيساوي شويه حاجات واكس 2 دوت بتساوي شويه حاجات وواي بتساوي شوية حاجات، where x1 و x2 دول الستيت variables، u1 و u2 دول الانبوتس، و y ده الاوتبوت بتاعي. عايزك تريرايت الموديل in state variable form by avoiding derivatives on the right side of the equations. Define any new symbols and identify the state variables. هنا في المسألة دي احنا كنا شفنا مسألة قبل كده كان فيها برضو الستيت variables والاوتبوت ايكويشن وبتساوي شويه حاجات وبس، بس ما كانش فيها الانبوت دريفيتيف. يعني ايه؟ يعني كانت المساله مثلا واقفه لحد يو 1 ما كانش فيه يو 2 دوت، ولا في المساله الثانيه او في الايكويشن الثانيه ما فيش يو 1 دوت. ده كده شكل الستيت سبيس ريبريزنتيشن. لكن اول ما الاقي انبوت دريفيتيف ليه يعني انبوت دريفيتيف للانبوت في الايكويشن، ده كده مش الستيت سبيس ريبريزنتيشن. يبقى الـ state space representation مفروض ان بيبقى فيه الـ input derivative او sorry الـ derivative او first derivative بتاع الـ state variable بيساوي constants في الـ state variables زائد constant في الـ inputs. لكن ما ينفعش الاقي input dot، ما ينفعش الاقي u1 dot، ما ينفعش الاقي u2 dot. فهنا في المسألة قال لك ان انا لما جيت اوصف السيستم اكتشفت ان هو بالمنظر ده، وبالتالي انا طبعا عايز الستيت سبيس ريبريزنتيشن اللي احنا واخدين عليها او اللي هي المتعارف عليها اللي هي ما بيكونش فيها دريفيتيف للانبوت. طيب هنعمل ايه في الحاله دي؟ هنضطر ان احنا نعرف ستيت فاريبلز جديده، لان الستيت فاريبلز اللي هو اداها لنا اللي هي اكس 1 واكس 2 دي فيها المعادله بتاعتها طلعت فيها دريفيتيف للانبوت. فانا مش عايز كده، انا عايز ستيت فاريبلز الدريفيتيف بتاعها ما يكونش فيه دريفيتيف للانبوت. حد يقدر يقول لي كده متوقع هتبقى ايه حل المسألة؟ حد يقول لي، يعني يقول لي بس الفكرة ممكن تبقى ايه؟ طيب نشوف. ادهم، اتفضل يا ادهم. هو احنا هنودي الاثنين يو 2 دوت الناحية التانية ونعوض عن الاكس 1 دوت ماينس 2 يو 2 دوت بمثلا كيو 1 دوت مثلا، وهكذا. برافو. تحت نفس برافو. الكلام برضو في المعادلة التانية. برافو، حلوة أوي أدهم، برافو. محمد عندك رأي تاني ولا نفس الرأي؟ نزلت إيدك يبقى نفس الرأي ولا رأي تاني؟ نزلت إيدك يبقى نفس الرأي، تمام. أوكي، حلوة أوي فعلا، برافو. هو فعلا ده الصح، إن إحنا هنجيب الفكرة الأساسية. خلينا بقى نمشيها سيستماتيك. مع أدهم قال لنا الإجابة في المسألة دي على طول، لكن خلينا نمشيها سيستماتيك. إن إحنا زي ما أدهم قال هنجيب ستيت فاريبل، ستيت variable جديد يكون بدلالة الانبوتس، عشان لما أسويهم ببعض، لما أحط الانبوتس تتشال هنا في left hand side، يعني تتشال مع right hand side، فيبقى كده ما بقاش عندي الستيت، ما بقاش عندي الانبوت درافت. ففعلا قال لي الأول كده quick tips إن right hand side must not have derivatives، ما ينفعش يكون فيه في right hand side أي derivative، بيكون بس فيه الستيت variables والانبوتس. فبالتالي هنعرف new state variables، والتارجت بتاعتنا ان احنا نجيب، هنسميهم بقى z مثلا او q او whatever الاسم اللي انت هتسموه. الهدف بتاعنا ان z1 وz2 اللي هما ال new state variables دول لما نحطهم يشيلوا ال derivatives بتاعت ال m. فلو مشيناها systematic هنعمل ايه؟ خلاص ببساطة عرف z1 بتساوي x1، عرف z1 بتساوي x1 اللي هي ال state variable القديمة، بس اعمل لها بلس لالفا 1 ده كونستنت لسه هجيبه في اليو 1، بلس بيتا 1 في اليو 2. ليه اخترت اثنين كونستنتس؟ عشان انا عندي اثنين انبوتس يو 1 ويو 2. نفس الكلام الزد 2 قول ان هي بتساوي الاكس 2 برضو، بس زايد عليها الفا 2 في يو 1 زائد بيتا 2 في يو 2.
يبقى بالتالي ال x1 بتساوي ايه؟ هنودي ال x1 الناحية دي وال z1 تروح الناحية التانية، فيبقى ال x1 بتساوي z1 minus alpha 1 u1 minus beta 1 u2. نفس الكلام ال x2 بتساوي z2 minus alpha 2 u1 minus beta 2 u2. وبعد كده أرجع أعوض في الإيكويشنز بتاعتي، فلما أعوض ال x1 dot اللي هي بتساوي ايه؟ z1 dot minus alpha 1 u1 dot minus beta 1 u2 dot. أهو لقيت اهو ان ال U1 dot ظهرت في left hand side وال U2 dot ظهرت في left hand side، فأقدر أساوي الالفا 1 والبيتا 1 بنفس ال coefficients اللي في right hand side، بحيث في الحالة دي هيتلاشوا مع بعض، يبقى فعلا هيطلع لي equation ما فيهاش ال U1 dot ولا فيها ال U2 dot. فيبقى كده ونفس الكلام طبعا، شلت بقى كل X1 و X2، حطيت بدلها Z1 و Z2، لأن أنا خلاص كده بقى عندي state variable اسمها Z، فمش عايزه اشوف الاكس خالص. انا دلوقتي بقيت اعمل ستيت سبيس ريبريزنتيشن بستيت فاريبل زدات، فما ينفعش الاقي غير الزد واليو. فروحت فعلا عوضت، شلت الاكس 1 وحطيت زد 1 ماينس الفا 1 يو 1، وشلت الاكس 2 وحطيت زد 2 ماينس الفا 2 وبيتا 2، وعوضت بالالفا 1 بقى سويتهم ببعض. يعني ايه؟ دلوقتي انا هنا الالفا 1 دي الكوفيشنت بتاع اليو 1 دوت، يبقى هشوف فين الكوفيشنت بتاعت اليو 1 دوت. هنا هبص كده ايه ده مفيش يو 1 دوت، يبقى الالفا 1 بكام؟ بزيرو. طيب اليو 2 اليو 2 دوت مضروبه في البي 1، هشوف هنا في الرايت هاند سايد مين اللي مضروب في اليو 2 دوت، هلاقي ان عندي ال 2 مضروبه في يو 2 دوت. يبقى انا لو خليت البيتا 1 بنيجاتيف 2 عشان تبقى نيجاتيف نيجاتيف 2 اللي هي بلس 2، بلس 2 هتروح مع بلس 2، يبقى انا كده فعلا شلت اليو 2 دوت، فهخلي البي 1 بنيجاتيف 2. يبقى في الحاله دي الالفا 1 بقت بزيرو والبيتا 2 بقت بنيجاتيف 2. طب نعمل نفس الكلام في المعادله الثانيه اللي هي المعادله دي، الاكس 2 دوت برضو هشيلها واحط بدلها زد 2 دوت ماينس الفا 2 يو 1 دوت ماينس بيتا 2 يو 2 دوت، ونفس الكلام في الرايت هاند سايد برضو هشوف. عايز اجيب دلوقتي الالفا 2، ابص في الرايت هاند سايد في ايه مضروب في يو 1 دوت، هلاقي ان انا عندي بلس 1 مضروبه في يو 1 دوت، يبقى الالفا 2 هتبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف 1، عشان نيجاتيف في نيجاتيف 1 تبقى بلس يو 1 دوت، فالبلس يو 1 دوت الناحيه دي تشيل اليو 1 دوت الناحيه دي. طب هل في اي حاجه مضروبه في اليو 2 دوت في الرايت هاند سايد؟ لا مفيش، يبقى البيتا 2 بزيرو. يبقى كده هلاقي ان اعوض بقى في المعادلات دي، اعوض اشيل الالفا 1 والالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2 بالقيم بتاعتهم، الاقي ان الاكس 1 بتساوي زد 1 بلس 2 يو 2 والاكس 2 بتساوي زد 2 بلس يو 1. طبعا ادهم اختصر لنا الخطوات الاولانيه دي في ان هو قال لي بدل ما اقعد اعمل كل اللفه دي، انا ممكن اجي من هنا من اول معادله اقول ان الاكس 1 دوت ماينس ال 2 يو دوت يو 2 دوت هي دي الزد 1. هنلاقي ان هي نفس الكلام، لو وديت الماينس 2 يو 2 الناحيه الثانيه هلاقي ان الزد 1 بتساوي اكس 1. طبعا سوري، هنشيل بقى الدوت لان احنا الستيت فاريبل مش معوض بدلاله الدوت، عشان لما نجيب الدوت بتاعها هيبقوا الاثنين دوت. فخلاص انا ممكن اقول ان لما اروح هنا احط ماينس 2 يو 2 دوت الناحيه الثانيه اقول ان دي زد دوت على طول، فيبقى زد 1 دوت بتساوي الكلام ده. دي طبعا كانت اجابه صح، بس احنا بنحب نمشي الدنيا سيستماتيك اي مساله. تمام، فكده بقى عندي الـ X1 جبتها بدلالة الـ Z1 والـ X2 جبتها بدلالة الـ Z2. لو رجعت عوضت بقى في المعادلة هلاقي إن هي زي ما قلنا من الأول، هتبقى على طول بتساوي لما نودي دي الناحية الثانية يعني، فنجيب الـ Z الجديدة تبقى بتساوي minus 3 Z1 plus 2 Z2 plus 3 U1 minus 6 U2. دي كده أول معادلة. ونخلي بالنا بس من حاجه، ان هنا المعادله بتاعت الزد 1 دوت ظهر فيها يو 2، ولو انا كنت عملت زي يعني زي ما قلت يا ادهم كنت حطيت الناحيه الثانيه على طول، هنلاقي ان هي ما ظهرش فيها اليو 2. طبعا الطريقتين ما فيهمش مشكله صح، اهم حاجه ان انت تجيب ستيت فاريبلز ما تكونش فيها اليو 2 او اليو 1 دوت، يبقى فيها بس يو 1 او يو 2 بس. وتخلي بالك بقى بالتعويضات في الحاله دي، يعني وات ايفر الطريقه اللي انت هتستعملها تخلي بالك الزدات بتساوي كام. انا رايي التزموا بالطريقه السيستماتيك، وهو ان احنا نمشي بالمنظر ده، نشوف احنا عندنا كام انبوت في ديريفيتيف ونحط بدلالته في الزد 1 عشان او الزد 2 نحطهم هما الاثنين عشان في الحاله دي نجيب معادله تكون سيستماتيك وتمشي معانا في الثلاث معادلات بتوعنا عشان ما نتلخبطش.
بس فرجعت عوضت فطلعت لي دي المعادلة الأولانية، رجعت عوضت في المعادلة الثانية طلعت لي دي المعادلة الثانية. زي ما احنا شايفين مفيش غير زد 1 دوت في الليفت هاند سايد، انما الرايت هاند سايد ما فيهاش خالص اي انبوت درافيتيفز ولا فيها اي درافيتيف، هي كلها الستيت فاريبلز والانبوتس بس. نفس الكلام المعادله الثانيه، ونفس الكلام لما اعوض في معادله الاوتبوت برضو هلاقي ان هي ما فيهاش اي انبوت درافيتيفز في الرايت هاند سايد. دي كده الستيت سبيس ريبرزنتيشن الجديده. وطبعا لو قال لكم تحطوها في الماتريكس فورم ما فيش مشكله ان احنا نحطها في الماتريكس فورم، سهله عارفين ازاي. طيب في اي حد مش فاهم حاجة في المسألة دي؟ ماشي عبد الرحمن. كلمة state variable اللي هو اللي احنا افترضنا هنا ان هو اسمه z، هو اصلا x واحنا افترضنا ان اسمه z. جبنا equations z ازاي؟ تاني بالراحة دلوقتي احنا افترضنا ده فرض، احنا افترضنا ان هي z1 هتساوي x1 زائد coefficient في اليو 1 زائد coefficient في اليو 2. ليه عملت كده؟ افترضت كده علشان لما اجي اجيب الدرافتيف بتاعها يبقى عندي يو 1 دوت ويو 2 دوت، فاقدر اساوي الكوفيشنس اللي في الرايت هاند سايد بالكوفيشنس اللي في الليفت هاند سايد فيتلاشوا مع بعض، ما يبقاش عندي يو 1 دوت ولا يو 2 دوت بس. وابتديت اعوض في المعادلات واساوي الكوفيشنس ببعض. فهنا انا لما عوضت في المعادله الاولانيه شلت الاكس 1 وحطيت الزد 1 ماينس الالفا 1 يو 1 ماينس البيتا 1 يو 2، ونفس الكلام شلت الاكس 2 وحطيت z2 minus alpha 2 u1 minus beta 2 u2. لقيت ان انا بقى دلوقتي عايزه اجيب الالفا 1 والبيتا 1، طب اجيبهم ازاي؟ انا عايزه اشيل اليو 1 دوت دي خالص، عشان اشيلها هعمل ايه؟ اساوي الالفا 1 بالكوفيشنس بتاع اليو 1 دوت في الرايت هاند سايد. بصيت على الرايت هاند سايد ما لقيتش يو 1 دوت خالص، يبقى الالفا دي هتبقى بكام؟ بزيرو، عشان انا مش عايزاها تظهر اصلا. طيب البيتا 1 هتبقى بكام؟ اشوف الرايت هاند سايد الكوفيشنس بتاعت يو 2 دوت بكام؟ لقيت ان انا عندي 2 u2 دوت. عشان اشيل الترم ده اللي هو 2 u 2 دوت محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اخلي البيتا بتساوي ال u ال 2، علشان يعني الكوفيشنت اللي هنا يبقى ب 2 علشان 2 تشيل ال 2 فما يبقاش في u 2 دوت اصلا في المساله. فلقيت ان انا كده البي 1 لو حطيتها بنيجاتيف 2 يبقى هتبقى نيجاتيف 2 اللي هي بلس 2 u 2 دوت، فهتلاقي ان بلس 2 u 2 دوت اتشالت مع بلس 2 u 2 دوت، فكده البيتا او اليو 2 دوت قصدي ما بقتش ظاهره في الايكويشن عندي. طيب فبعد ما جبت الكوفيشنس رجعت بقى ايه عوضت في اللي هي هنا، رجعت قلت بقى يبقى الاكس 1 بتساوي زد 1 خلاص الالفا 1 بزيرو ماينس نيجاتيف 2 اللي هي بلس 2 يو 2 اهي، ونفس الكلام في المعادله الثانيه عوضت بكوفيشنس الالفا والبيتا فطلعت لي كده. رجعت بقى شلت كل اكس من هنا وحطيت بدلها الزد الجديده زد 1 بلس 2 يو 2. المهم في الاخر لما تعوض هتلاقي ان البلس 2 يو 2 اتشالت مع البلس 2 يو 2، فخلاص بقت المعادلة عندي Z1 دوت بتساوي نيجاتيف 3 Z1 بلس 2 Z2 بلس 3 U1 بلس أو ماينس 6 U2. دي كده المعادلة الـ State Equation الجديدة. الـ State Equation الجديدة، مش احنا الـ State Equation كانت عبارة عن الـ First Order Derivative بتاع الـ State Variable، فدي كده بقت الـ State Variable الجديدة. وضحت كده يا أنطونيوس وعبد الرحمن؟ أنطونيوس وعبد الرحمن عندكم أي أسئلة ولا وضحت؟ جبنا كل حاجه بدلاله الزد خلاص ما بقاش في اكس بقى في المساله. اتفضل يا ادهم. تمام يا باشمهندس، انا فاهم الحل السيستماتيك ده بيبقى جنرال، يعني هيفيدني ان انا احل انواع مسائل مختلفه، بس مثلا لو لقيت مساله زي دي وحليت على طول بالحاله اللي انا قلت اللي هو اسرع شويه، هل مثلا ده هينقصني في الامتحان ولا عادي؟ باشمهندس حضرتك سامعني؟ ايوه سامعاك. سامعني؟ تمام. حلها، لا مش هتنقص، حلها للاخر بس، اتاكد كده حلها في ورقه على الاخر يعني للاخر، وتاكد ان هي مشيت معاك مظبوط وما غلطتش في اي حاجه، لكن هي لا مش غلط طبعا. تمام. شكرا. لا فعلي. بس زي ما اتفقنا يفضل نمشي بالسيستماتيك، لكن هي ليها كذا طريقه حل وكلهم صح ما فيش مشكله. تمام. طيب اوكي دي كده كانت question 8. question 7 بقى هو شوية يعني ايه، يعني محتاج حفظ سنة. ايه بقى السؤال؟ بيقول لي دلوقتي عندي system equation بالمنظر ده. ايه المنظر ده؟ ده المنظر بتاع input output equation اللي هو فيه output
طبعا بأوردر N، هو هنا مديك حاجة جنرال يعني، ممكن يبقى N دي بثلاثة أربعة اتنين whatever، وبيساوي الـ inputs بالدرافت بتاعتها. By choosing appropriate state variables drives the state equation. يعني عايزك هنا تعمل إيه؟ عايزك تحولها لـ state space representation. حد فاكر قبل كده كنا قلنا الـ state space representation كنا عملناها إزاي؟ حد فاكر كنا عملناها ازاي؟ محمد اتفضل. كنا جبنا اللي هي مثلا سمينا U1 X1 و U1 ده دوت Y1 قصدك صح؟ Y1 X1 و Y1 دوت X2 و Y1، يعني على حسب التفاضلات عملنا state variables، بالظبط. وفرضنا قلنا ان وفرضنا قال X1 لي بتساوي 3. Y. تمام، حلو قوي، برافو عليك. صح، قلنا ان X1 بتساوي Y و X2 بتساوي Y دوت و X3 بتساوي Y دبل دوت. طيب حلو قوي، الحل ده صح بس ما ينفعش هنا. ليه بقى ما ينفعش هنا؟ عشان الـ output ليه تفاضلات، الـ input سوري، فيه تفاضلات في الـ بالظبط، input. برافو عليك، صح كده. يبقى الحل اللي احنا قلناه المره اللي فاتت لو تفتكروا، احنا كنا قلنا المره اللي فاتت، شكرا يا محمد، كنا قلنا المره اللي فاتت ان احنا لما بيكون عندنا input output equation وعايزين نحولها لـ state equations او نحولها للـ state space representation، كنا بنفترض ان انا عندي كنا اولا بناخد عدد الـ state variables على حسب الـ highest order. فلو انت عندك y triple dot يبقى انت عندك ثلاثة state variables، وكنا بنفترض ان الـ x1 بتساوي الـ y والـ x2 بتساوي الـ y dot والـ x الـ x1 بتساوي الـ y والـ x2 بتساوي الـ y dot والـ x3 بتساوي الـ y double dot. فبالتالي الـ x1 dot هي الـ x2، الـ x2 dot هي الـ x3، والـ x3 dot بتجيبها من الموديلنج او الـ equation يعني اللي عندك اللي هي في المسألة بتاعتك. تمام، دي كانت ده كان طريقه الحل. انما هنا ما ينفعش امشي بالكلام ده. ليه بقى ما ينفعش امشي بالكلام ده؟ علشان انا هنا عندي derivatives للانبوت. اول ما الاقي derivatives للانبوتس ما ينفعش اعوض بالطريقه بتاعت المره اللي فاتت. يبقى زي ما اتفقنا، لو الايكويشن فيها inputs derivatives ما ينفعش اعمل الاسامبشن بتاع المره اللي فاتت ده. قال دي هنعمل اسامبشن جديد. ايه بقى هو الاسامبشن الجديد؟ قال لي بص بالراحه كده، اول حاجه هنفترض احنا عشان مش هينفع نمشي بالصوره الجنرال، ما ينفعش اقعد اتعامل بالان، فانا هفترض الان بثلاثه، يعني انا هكتب المساله او هعيد المساله باعتبار ان الان بثلاثه. عايزه بس اقول لكم حاجه صغيره، المنظر ده مش بروف، هنا درايف في المساله دي مش معناها بروف، ده كلام الدكتور، هنا مش معناها بروف، هنا معناها درايف يعني اوصل للشكل ده. يبقى درايف هنا مش معناها بروف، معناها حط الستيت فاريبلز في المنظر ده. المنظر ده اسمه ايه؟ منظر الماتريكس فورم. بالمنظر دي كده اسمها ايه؟ اسمها observable canonical form. المنظر ده اسمه observable canonical form. هتلاقوا لو دورتوا على النت هتلاقوا ازاي وصلنا للمنظر ده. في حاجه ثانيه اسمها controllable canonical form، بيبقى المنظر بتاعها حاجه مختلفه. يبقى المنظر بتاعها حاجه مختلفه، ما بتبقاش بالماتريكس، ما بتبقاش بالمنظر ده، بتبقى بمنظر ثاني. فممكن تدوروا عليها على النت، الobservable canonical form والcontrollable canonical form. تمام؟ هو عايزك تحط الستيت فاريبلز بالمنظر ده اللي هو الاوبزرفبل كانونيكال فورم ده. طيب هنعمل كده بقى ازاي؟ قال لي زي ما احنا افترضنا هنا شويه افتراضات، هنفترض افتراضات ثانيه. ايه بقى الافتراضات بتاعتي؟ قال لي اول حاجه زي ما اتفقنا هنعتبر الان بثلاثه عشان نمشي بان معينه، ما نمشيش بالجنرال ونطلق. فيبقى انا كده عندي كام ستيت فاريبل زي المره اللي فاتت؟ ما دام عندي 3 يعني الهايست اوردر بتاعي 3، الان بتساوي 3، يبقى هيبقى عندي 3 ستيت فاريبلز x1 و x2 x3. طيب المره اللي فاتت عملنا ايه؟ المره اللي فاتت افترضنا ان ال x1 بتساوي y. قال لي لا، هنا المره دي هتفترض الاول الاوتبوت. تفترض الاوتبوت مش بيساوي x1، لا، الاوتبوت هيكون بيساوي ال xn اللي هي عندنا احنا هنا x3 بلس بي نوت في يو. ده افتراض. هنحفظ الافتراض ده؟ معلش هنحفظ الافتراض ده. طيب لو هو جاب لي حاجه زي المساله دي، ممكن ببساطه جدا تراجع الافتراض بتاعك ان هو صح. ازاي؟ بص على المعادله بتاعت الواي. الواي بتساوي ايه؟ بتساوي 0 في الاكس 1، 0 في الاكس 2، لحد 1 في الاكس ان، وانا هنا الان ب 3، يبقى هتبقى الواي بتساوي اكس 3 بلس بي نود يو. يبقى يا اما تحفظه او الاضمن ان انت تحفظه
عشان تتأكد ان اللي انت حافظه صح ممكن ترجع تبص على الماتريكس دي وتتأكد ان اللي انت حافظه ده صح. تمام؟ يبقى هتبقى x 3 plus b نودي، وده كده اول حاجة هفترضها ال y. طب بعد كده هفترض مين؟ هفترض ال x 1 dot. هفترض ال x 1 dot بتساوي ايه؟ بتساوي negative تل a 3 اللي هو برضو اكبر coefficient. دايما بنمشي باكبر coefficient، ف x 3 a 3 اكبر coefficient a 3 y plus b 3 u. coefficient في الاوتبوت زائد coefficient في الانبوت، بس ال a بالنيجاتيف بتبقى negative a 3 y plus b 3 u. هعوض بالواي باللي هو ده x 3 plus b نود u، فهيطلع لي المنظر ده. ال x 1 dot بتساوي negative a 3 x 3 plus b 3 minus a 3 b نود في ال u. طيب ال x 2 dot هعمل ايه؟ نفس الكلام minus إيه، هنزل بقى يعني انا خلاص خدت a 3 يبقى اخد ابتدي اعمل downgrading كده، بنزل بقى بال a بالcoefficient، فبدل a 3 تبقى a 2 ونفس الكلام b 3 تبقى b 2، يبقى minus a 2 في الواي plus b 2 في اليو plus الx اللي قبلي. طب انا هنا كان في x قبلي، x1 مفيش x قبلي فعشان كده ما كانش في حاجه، لكن x2 dot في x قبلي، اه في x1 يبقى plus x1، اشيل الواي واحط بدلها x3 plus b نود يو، هيطلع لي الx2 dot بتساوي ايه؟ بتساوي الx1 اللي هي الx اللي قبلي minus a2 في الx3 plus b2 minus a2 في ال b نود في اليو. انا عارفه ان هي شكلها غريب شويه، بس انتوا احفظوا ال y دي واحفظوا ال x1 dot بتساوي اللي هو ال minus a 3 y plus b 3 u وعوضوا، وال x2 dot بتساوي minus a 2 y plus b 2 u plus x1 وعوضوا، وممكن ترجعوا تتأكدوا من هنا من الماتريكس، ترجعوا تتأكدوا من الماتريكس تلاقوا ان ال x1 dot بتساوي ايه؟ minus a 3 في ال x 3 plus b 3 minus a 3 في ال b نود u، لان هو نفس المعادله اللي احنا طلعناها اهي. فانتوا احفظوا المنظر الاساسي اللي هو الواي بتساوي x3 plus b نود u والx1 دوت بتساوي minus a3 y plus b3 u، بس لازم تشيروا الواي لان احنا ما ينفعش الستيت ايكويشن يبقى فيها اوتبوت، يبقى لازم تعوضوا بالمعادله دي اللي هي فيها الستيت فاريبل والانبوت، وراجعوا الشكل اللي انتوا جبتوه ده من الماتريكس. ونفس الكلام بقى الx3 دوت بتساوي minus، هنزل بقى بالكوفيشنت الاخير، انا خدت a3 a2 يبقى a1 minus a1 في الواي plus b1 في اليو plus x اللي قبلي، الx اللي قبلي يبقى x2، وارجع اشيل الواي واعوض بده هيطلع لي المنظر ده. وزي ما اتفقنا بنرجع نراجع بالماتريكس. معلش انا عارفه ان هي يعني رخمه شويه في حفظها، بس للاسف هو ده طريقه الفرض دي حفظ عليكم. تمام؟ وزي ما قلنا نرجع نراجع او نتاكد ان هي صح من الماتريكس. تمام؟ بعد ما جبنا المعادلات دي طبعا سهله قوي نحطها في الماتريكس فورم. هنلاقي لو حطيناها في الماتريكس فورم بنجيب ازاي الماتريكس فورم؟ x1 dot بنشوف هي مضروبه في x1، لا مش مضروبه في x1. طب مضروبه في x2، لا مش مضروبه في x2، يبقى 0 0. طب مضروبه في x3، اه مضروبه في x3 minus a3، يبقى عندي هنا minus a3. طب هي مجموعه في اليو قد ايه؟ b3 minus a3 b نوت، فيبقى عندي b3 minus a3 b نوت. خلوا بالكم هنا بس في المساله دي في هنا حته ناقصه، ان هنا المفروض هنا في الx1، هنا في الx1 والx2 والx3 بس مش مكتوبه معلش، هنا في الx1 والx2 والx3 تمام طبعا بلس بقى بعد كده. ونفس الكلام الاوتبوت خلاص احنا حسبناه، وزي ما اتفقنا المنظر اللي بيكون فيه كده اللي هو بيبقى كله زيروهات وونات ما عدا اخر كولم، وهنا في الاول بيبقى خلاص ده الجنرال بقى بتاعه طبعا. تمام؟ ده اسمه اوبزرفبل كانونيكال فورم. في حاجه تانية اسمها كنترولبل كانونيكال فورم، ممكن تشوفوها دوروا عليها يعني هتلاقوها المنظر بتاعها. خلاص كده؟ في حد مش فاهم المساله دي؟ طبعا ده المنظر الجنرال بقى لو احنا عايزين نعوض بجنرال، يعني ان ال xi dot لو انت عند اي i معينه x1 x2 x3 بتساوي x i minus 1 الx اللي قبلي minus aj، وقلنا j ده اللي هو العكس، يعني انت لو مثلا اكبر n ب 3 وانت بتجيب x1 هيبقى ده a 3، بتجيب x2 يبقى ده a 2، بتجيب x1 يبقى ده بتجيب x3 يبقى ده a 1 اللي هو n minus i plus 1. تمام؟ وده المنظر الجنرال، يعني لو انتوا عايزين تحفظوها جنرال ممكن تحفظوا المنظر ده بس كده وخلاص. وطبعا الواي طبعا تحفظوها ان هي بتساوي الاكس ان بلس بي نود يو.
خلاص. فده المنظر الجنرال لو حد عايز يحفظه هو نفسه يعني. لو عايزين تحفظوا المنظر بتاع الواي وترجعوا تعوضوا مفيش مشكلة، شوفوا الطريقة الأسهل لكم واحفظوه خلاص. طيب في حد مش فاهم حاجة في المسألة دي؟ هي أنا عارفة إن هي حفظ أكتر منها فهم يعني. في حد عنده سؤال؟ بص يا عمر، ال n بثلاثة ده assumption. ممكن تفترض ال n باتنين، تفترضها بثلاثة، تفترضها بأربعة، بس هي أحسن حاجة تفترضها بثلاثة علشان تبقى واضحة أكتر. لو لا لو افترضتها باتنين هتبقى صغيرة قوي، ممكن طبعا، بس يفضل تفترضها بثلاثة. هو ده الايه الافريج يعني، او ده الرقم اللي هو في النص كده، ولا هو قليل قوي ولا هو كبير. كان ليه ما طلعتش من الماتريكس على طول؟ علشان هو بيقول لك حطيها في المنظر ده، فلازم تبيني له خطوات برضو، ما ينفعش تروحي رازعه له كده الايكويشن من الماتريكس كده، انت ما حلتيش حاجه يعني، فاهم قصدي؟ يعني لازم تحطي له خطوات، لازم تحسيني فيه خطوات، فعشان كده بنحفظ الافتراضات دي وبنعوض بيها. تمام. حتى يعني لازم تحطيها معادلات قبل ما تحطيها في الماتريكس، حتى لو هتجيبيها من الماتريكس برضو لازم تحطيها في معادلات. طيب صلاح ليه بالنيجاتيف؟ هو ايه اللي ليه بالنيجاتيف؟ هي هو ده الشكل، هو كده، هو ده الافتراض. تمام. فيعني هي ما فيهاش ليه قوي، هو ده الافتراض اللي بنفترضه. طيب في حد عنده اي سؤال تاني يا باشمهندسين في المساله دي؟ انا عارفه ان هي رخمه شويه معلش، بس خلوا بالكم كده احنا عندنا طريقتين للافتراض. لو ما فيش input derivative هنفترض زي المره فاتت الموضوع كان سهل، الـ x1 بتساوي الـ y والـ x2 بتساوي y dot والـ x3 بتساوي y double dot. انما لو في input derivative لازم هنفترض بالطريقه دي. طيب ندخل على الجزء الجديد بقى اللي هو sheet 4. كده احنا خلصنا sheet 2 modified، اعتقد ممكن ما تلاقوش فيه اي مساله ناقصه غير مساله ولا حاجه يعني، ممكن حد يبقى تشيك ويقول لي، بس هو المفروض كده احنا غطينا معظم او تقريبا كل افكار sheet 2. تمام. هندخل بقى دلوقتي في الجزء الجديد اللي هو شيت 4 اللي هو الالكتريكال سيستم اليمنتس. احنا اتكلمنا عن الميكانيكال وشفنا كمان الروتيشنال، هنتكلم دلوقتي عن الالكتريكال. الالكتريكال يعني الحاجات اللي فيها ريزيسترز وكاباسيتنس واندكتنس. فاول حاجه عندنا ايه الاليمنتس بتاعتي؟ عندي اول اليمنت الريزيستر اللي هو طبعا عارفين الشكل بتاعه، ماشي فيه كارنت وعليه فولت اي. الاي بيساوي ار في الاي او اي ار، والار دي هي الريزيستنس ان اوم. ثاني منظر عندنا هو كاباستر، والكاباستر بيكون الاي اللي ماشي فيه او الاي اللي ماشي جواه يعني بيساوي سي قيمه الكاباستنس دي اي باي دي تي، الدرافتيف بتاع الفولت اللي عليه باي دي تي. او لو عايز تجيب الاي هي الاي تي نود. طبعا احنا عارفين دايما لما بنجيب الانتجريشن لازم بنحط الانيشال فاليو الاول. لو عندي انيشال فاليو لو هو كان في عند تي نود له قيمه معينه بلس 1 على سي انتجريشن الاي اي لامدا في دي لامدا، وبنعوض طبعا تي نود ودي، يعني طبعا كلام ماث بحت. وير سي از ذا كاباسيتنس ان فراد، والانرجي ستورد الانرجي اللي بتكون متخزنه في الكاباسيتنس بتساوي عباره عن ايه؟ عباره عن الورك. الورك بيساوي ايه؟ نص سي اي سكوير، نص سي اي سكوير. طيب حد يقول لي الانرجي اللي في الريزيستنس بكام؟ حد يقول لي الانرجي اللي في الريزيستنس بكام؟ هيا باشمهندسين، قانون الانرجي ستورينج او الورك بتاع الريزيستنس بكام؟ برافو عليك يا محمد. احمد قول رايك، اتفضل يا احمد. مفيش انرجي ستورد في الريزيستور. برافو برافو، حلو قوي، برافو عليكم، برافو احمد وديفيد. بالظبط فعلا الـ زي ما انتوا قلتوا انه الريزيستنس ده بيبقى بيديسيبيت باور، يعني هو بيسخن، هو بيديسيبيت باور، لكن ما بيحتفظش باي ورك، بيحتفظش باي انرجي. لكن الكاباسيتنس بيحتفظ، فعشان كده الانرجي بتاعته او اللي بيحتفظ بيها بتساوي او اللي هو بنسميه الورك يعني بيساوي هاف سي اي سكوير. طيب لو انا جيت قلت لك ان انا هختار ستيت فاريبل للكاباستر، يعني قلنا دايما نفس فكره الميكانيكال، الستيت فاريبلز بنختارها بيزد على ايه؟ بيزد على الحاجه او الانرجي ستورينج، الحاجه اللي بتعمل ستورينج للانرجي. قلنا الماس كان القانون بتاعه هاف ام في سكوير فاخترنا الفيلوسيتي، وقلنا السبرينج هاف كي في دلتا اكس سكوير فبنختار الدلتا اكس.
هنا هختار مين؟ هختار مين يكون الستيت فاريبل لو لقيت كاباسيتنس؟ هي يا باشمهندسين هختار مين لو انا لقيت عندي كاباسيتنس وبختار ستيت فاريبل هختار مين؟ برافو عليكم هختار الاي. برافو يا ديفيد، برافو يا محمد، اختار الاي اللي هو الفولت. برافو انطونيوس، الفولت اللي على الكاباسيتنس هو ده الستيت فاريبل اللي لو شفت اي كاباسيتنس اقول على طول الستيت فاريبل بيساوي الاي. طيب ده كده الكاباستر. ثالث اليمنت معانا هو مين؟ ثالث اليمنت معانا هو الاندكتور. الاندكتور بيساوي ايه؟ بيساوي الاي اللي عليه بتساوي ال في الدي اي باي دي تي، والاي بتاعته بتساوي اي بلس واحد على ال في الدلتا اي، والال ده اللي هو الاندكتنس ان هنري، الاتش دي اللي اختار هنري. وبرده الاندكتنس بيحتفظ بانرجي او الورك بتاعه بيساوي هاف ال اي سكوير، وزي ما انتوا قلتوا هنختار الاي هي الستيت فاريبل لان احنا بنشوف الحاجه المتغيره وبنختارها، فهنا الكرنت هو اللي هيبقى الستيت فاريبل بتاعي. يبقى لو شفت اي اندكتور هحط الكرنت كستيت فاريبل، لو شفت اي كاباستر هحط الفولت كستيت فاريبل. طبعا الفولت اللي على الكاباستنس والاي اللي ماشي في الاندكتور. عايزه بس اقول لكم حاجه انا بحفظ بيها القانون ده، انا بقول ان في الكاباستنس الاي بتساوي سي دي، كلمه سي دي عشان كاباستنس يعني، فبقول سي دي ودي دي اللي هي يعني بكتبها دي اي يعني. دي بس يعني قلت اقولها لكم، كنت وانا طالبه بحفظها بالطريقه دي عشان اسهل يعني. فخلاص ببقى عارفه بقى ان ان الاي هو الانتجريشن، ببقى عارفه ان الاندكتور العكس، ما دام انا هنا الاي كانت بتساوي الدرافتيف بتاع الفولت يبقى هنا الاي هتساوي الدرافتيف بتاع الاي. وطبعا يعني سهل تحفظوها باي طريقه، بس انا الطريقه دي اللي كنت بحفظها بيها. تمام كده، دي كده الالكتريكال سيستم اليمنتس عندنا في الالكتريكال سيستم. عرفنا ايه الثلاث اليمنتس بتوعنا، وعرفنا مين اللي فيهم انرجي ستورنج الاندكتنس والكاباسيتنس، وعرفنا قيمه الورك بتاعتهم، فبالتالي نعرف نختار الستيت فاريبلز. نفس بقى كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الميكانيكال هي هي بالظبط، ما عدا الفرق الوحيد ان هنا مفيش حاجه اسمها فري بودي دايجرام. الفري بودي دايجرام ده كان للميكانيكال سيستمز، انما هنا ما بتمشيش بفري بودي دايجرام. امال بتمشي بايه؟ بتمشي بحاجه اسمها كي سي ال وكي في ال، قوانين كيرشوف اللي احنا عارفينها من السيركتس، اظن المفروض تكونوا عارفينها يعني. فهنا عشان نجيب الموديلنج ايكويشنز او عشان نجيب الايكويشنز اللي هو عايزها في المساله بستخدم حاجه اسمها الكيرشوف كارنت لو وكيرشوف فولتج لو، كي سي ال وكي في ال، وطبعا المفروض كلكم عارفينهم يعني. فهنا اول مساله عندي بقى في شيت 4 كويستشن 1 بيقول لي عايز الانبوت اوتبوت ديفرنشال ايكويشن ريليتنج الاي نود بلس الاي اي اوف تي فور ذا سيركت شون ان فيجر 1. هنا عايز الانبوت اوتبوت ايكويشن، يبقى انا عايزه ايه؟ عايزه معادله فيها الاي نود دوت يعني الاي نود بكل الدرافتيفز بتاعتها بتساوي الاي اوف اي بكل الدرافتيفز بتاعتها. تمام، دي كده الانبوت اوتبوت ايكويشن. طيب فهعمل ايه؟ قال لي ببساطه اول حاجه انا بستخدم في الالكتريكال كي سي ال وكي في ال، بشوف ايه القوانين اللي اقدر استعملها وبستعملها. فقال لي خلاص ببساطه هسمي الاول النقطه دي ايه، هي دي نفس الرسمه يعني بتاعت المساله، هسمي النقطه دي ايه. حد الاول يقدر يقول لي ينفع اعمل ال1 وال0.5 دول سيريز مع بعض؟ هما الاثنين اهم في ماشي فيهم نفس الكارنت، هل ينفع اعملهم سيريز مع بعض؟ نو بالظبط. برافو يا صلاح. ليه؟ لان احنا برافو يا ديفيد، لان احنا اتفقنا ان احنا ما بنعملش سيريز وبارل غير الحاجات المتشابهه، يعني ما ينفعش تعمل غير الاثنين ار الاثنين سي الاثنين ال، لكن ما دام انا عندي ار وسي ما ينفعش اعمل لهم ريدكشن. يبقى اول حاجه اول خطوه في حل المساله اشوف لو فيها حاجه اعمل لها ريدكشن، ما فيش خلاص يبقى كده مفيش اي ريدكشن هيتعمل في المساله. طيب عايزه بس انبه على حاجه عشان ما حدش يكون متلخبط، كنت قلت لكم قبل كده ان احنا السيريز بيبقى ان هما الاثنين عندهم نفس يعني نقطه واحده كومن بينهم وبين بعض، بس لازم تفهموا حاجه بالذات سيبكم من الدامبر او من السبرينج او الكلام ده في الالكتريكال سيستم، ما ينفعش تاخدوا بالموضوع ده بس، لان هنا هو في نقطه متشابهه بس دول مش سيريز. ليه؟ لان معنى كلمه سيريز التعريف الدقيق بقى ليها هي ان يكون ماشي فيهم نفس الكرنت. هل دول ماشي فيهم نفس الكرنت؟ لا، يبقى دول مش سيريز مع بعض، يبقى ما حدش يقول لي ان الريزيستنس دي سيريز مع دي. سيريز معناها هما الاثنين ماشي فيهم نفس الكرنت، هي دي معنى كلمه سيريز اصلا. اوكي، ومعنى كلمه بارلل في الالكتريكال سيستم هو ان هما الاثنين عليهم نفس الفولت، يبقى بارلل معناها ان هما الاثنين عليهم نفس الفولت، سيريز معناها ان هما الاثنين عليهم نفس
او ماشي فيهم نفس الكارنت. تمام. طيب فاول حاجه هنا خلاص ما عنديش اي ريدكشن يتعمل في المساله، يبقى كده انا خلصت اول مظبوط. طيب بعد كده بعمل ايه؟ ببتدي ان انا افرض اتجاهات للكارنت. انا عندي هنا مديني كارنت سورس اي اي، ده الانبوت يعني بتاعي، قلنا اي حاجه اوف تي بتبقى ده الانبوت بتاعي. هبتدي اقول ان النقطه دي هسميها ايه والنقطه دي هسميها بي، وبعد كده هفترض ان الكارنت ما دام جاي من هنا هفترض ان هو ماشي هنا وماشي هنا، هوزعه كده، افترض اي اتجاهات بس المهم بتمشي على الاتجاهات اللي انت فرضها. فانا افترضت ان الاي هيتوزع هيدخل هنا وهيدخل هنا. تمام كده، ده اي 1 وده اي 2. اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل كي سي ال عند نقطه ايه. طب كي سي ال عند نقطه ايه هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الاي اوف تي اللي هي دي، الاي اي اوف تي بتساوي اي 1 بلس اي 2. احنا عارفين الكي سي ال بنشوف الكرنت اللي داخل بيساوي الكرنت اللي خارج، فالكرنت اللي داخل عندي هو الاي اوف تي او الاي اي اوف تي، والكرنت اللي خارج اللي هو اي 1 واي 2. طيب الاي 1 بيساوي ايه؟ الاي 1 اللي هو الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس. طب الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس بيساوي ايه؟ بيساوي فولت على ريزيستنس. كنت الريزيستنس ب 1 والفولت اللي على ال 1 دي بايه؟ بيساوي الفولت بتاع النقطه دي ماينس الفولت بتاع النقطه دي. الفولت بتاع النقطه دي هو هو النود دي، الفولت بتاع النود دي هو هو الاي نود، فيبقى اي نود ماينس اي بي الفولت اللي هو بتاع نقطه بي على 1. طيب ده كده الاي 1. طب الاي 2، الاي 2 بيساوي ايه؟ بيساوي الاي نود على 2. خلوا بالكم هنا هتلاقوا ان الريزيستنس مالهاش قيمه، شايفين الريزيستنس دي مالهاش قيمه، فانا هفترض ان هي ب 2 اوم. يبقى انا هنا هفترض الريزيستنس دي ب 2 اوم، اي افتراض اعملوا اي رقم مش فارقه، افترضوها باي حاجه، انا افترضتها ب 2 اوم. يبقى انا عندي هنا اي نود على 2. تمام. طيب عشان مش عايزه يكون في حاجه تحت خالص فهضرب في 2، يبقى عندي 2i equal e نود 2 e نود ماينس 2 e b بلس e نود، يبقى ال 2 e نود بلس ال e نود هتبقى 3 e نود ماينس 2 e b. دي كده equation 1، دي كده اول equation خدتها من ال KCL عند نقطه A. طيب مين هنا اللي انا عايزه اشيله؟ انا عايز اشيل مين في المعادله دي؟ مين الترم اللي انا مش عايزاه يظهر؟ برافو عليك يا ديفيد. اي بي انا مش عايزاه يظهر. ديفيد عندك سؤال؟ اي يوسف عندك سؤال قصدي؟ اتفضل يا يوسف. طيب هو معلش، هو احنا دلوقتي لما افترضنا ان الاي الريزيستنس دي هتبقى 2 بس اعتبرنا ان الفولت هنا هو هو الفولت اللي هنا، هو كده ينفع اصلا؟ لا خلي بالك في فرق، انا ما اعتبرتش الفولت اللي على الريزيستنس هو هو الفولت اللي على الريزيستنس. انا هنا قلت اي نود ماينس اي بي وهنا قلت اي نود، هل انا كده صوتهم ببعض؟ لا، انا بقول لك ان النود دي اللي هي نقطه اي دي هي هي البلس بتاع الاي نود، والنقطه دي هي هي يعني انا هنا مشيتها بالنود. فاهم الفرق؟ يعني انا ما قلتلكش ان الفولت اللي على الريزيستنس اي 1 اي نود في 1 اي نود على 1، هل انا قلت اي نود على 1؟ لا انا قلت ايه؟ انا قلت اي نود ماينس اي بي، فهو ده فعلا الفولت اللي على الريزيستنس ده الاي نود ماينس الاي بي. لو انت معتبر دي كلها اي نود ودي كده اسمها اي بي يبقى دي فعلا اي نود ماينس اي بي. وضحت كده؟ ايوه تمام. تمام شكرا. احنا العفو عليه بنتعامل يا باشمهندسين بالنود، يعني انا دلوقتي بقول لك ان النود دي كده اسمها اي نود، النقطه دي النود دي كلها اسمها اي نود، لكن انا ما قلتش ان الفولت ده اسمه اي نود، الفولت ده اسمه اي نود ماينس النود الثانيه اللي هي اي بي. فاهم؟ انا بمشي بالنودل، يعني بمشي بالنودل مش بمشي بالفولت كل يعني. خلاص. طيب هنا ظهر لي مين بقى انا مش عايزاه؟ زي ما انتوا قلتوا ظهر لي الاي بي، انا مش عايزه الاي بي، انا عايزه الانبوت اوت بوزيشن بتاعتي ما يكونش فيها غير الاي الانبوت والاي نود الاوت. يبقى انا عايزه اجيب معادله ثانيه تشيل لي الاي بي. طيب يبقى هعمل ايه؟ هعمل كي سي ال عند نقطه بي. لو عملت كي سي ال عند نقطه بي يبقى الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس هو هو اللي ماشي في الكاباسيتنس. الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس بيساوي ايه؟ بيساوي اي نود ماينس اي بي على 1. والكرنت اللي ماشي في الكاباسيتنس بيساوي ايه؟ بيساوي سي دي. طيب يبقى سي في الدي اي باي دي تي. طب مين الاي دي؟ الاي دي اللي هي الاي بي،
الاي اللي على الكاباسيتنس هي الاي بي، يبقى سي اللي هي قيمتها نص نص في اي بي دوت، برضو هضرب في 2 عشان انا مش عايزه يبقى في اي 2 تحت، فهتبقى عندي 2 اي نود ماينس 2 اي بي بتساوي اي بي دوت. دي كده المعادله الثانيه، اهو جبت علاقه ما بين الاي بي والاي نود، وانا عايز عندي هنا الاي بي، بقدر اعوض واشيل الاي بي واعوض بدلها بدلاله الاي نود. طيب الاول from one من المعادله الاولانيه اللي هي اللي وصلنا هنا فيها دي، الاي بي بتساوي ايه؟ انا عايز اجيب الاي بي في طرف لوحدها علشان اقدر احط بدلها الحاجات اللي في المعادله الثانيه، وبالتالي اشيل الاي بي خالص، ما يبقاش عندي غير الاي والاي نود. فهجيب الاي بي من هنا في معادله لوحدها، فهودي الثلاثه اي نود دي الناحيه الثانيه واقسم على 2، فهيبقى عندي 3 على 2 اي نود ماينس اي اوف تي. عوض بقى في المعادله اللي هي نمبر 2 دي، هشيل كل اي بي واحط بدلها اللي انا لسه جايبه، فيبقى عندي 2 اي نود ماينس 2، اعوض بقى بالاي بي، بقت 3 على 2 اي نود ماينس اي اوف تي بتساوي الاي بي دوت اللي هي بتساوي 3 على 2 اي نود دوت ماينس دي اي اوف تي باي دي تي. مش عايزه 2 تحت، فهضرب هو هنا ضارب في نص، سوري هو ضارب في نص عشان عايز يخلي الاي نود لوحدها، مش عايز يبقى فيه اي كوفيشنت جنبها، عايز يخليها لوحدها. فراح عمل ايه؟ قسم او ضرب في نص يعني، فبقت ماي بلس الاي اوف تي، طبعا ماينس او بلس 2 اي تي لما تضرب في نص تبقى بلس اي تي، وبعد كده ماينس 3 اي نود، 3 على 2 اي نود بتساوي 3 على 4 اي نود دوت ماينس نص دي اي اوف تي باي دي تي. طبعا هنخلي بقى الاوتبوت في ناحيه لوحده والانبوت في ناحيه لوحدها، فهتبقى 3 على 4 اي نود دوت، هودي الاي نود دي الناحيه الثانيه، 3 ماينس ماينس يعني هنا في ماينس 1 ونص وهنا في بلس 1، فيبقى ماينس نص، الماينس نص هيروح الناحيه الثانيه ببلس، يبقى بلس نص اي نود بتساوي الاي في ناحيه لوحدها اللي هي اي اوف تي، وهودي الماينس الناحيه الثانيه، هتبقى بلس نص دي اي اوف تي باي دي تي. دي كده انا وصلت خلاص للمطلوب بتاعي، جبت الانبوت اوتبوت ايكويشن اللي بتوصف الاي نود مع الاي. في حد مش فاهم جت منين؟ ببساطه شغل كله كي سي ال وكي في ال، شغل سيركتس ما فيهوش اي يعني تجديد. صلاح، الريزيستنس في الامتحان هتكون جيفن بالظبط. لو يعني انا بقول لكم لو حصل لاي سبب وحصل غلطه وفي اي حاجه ما كانتش جيفن، افترض القيم بتاعتها، لكن طبعا هو مفروض يكون مديك كل القيم يعني. تمام. طيب وهو الدكتور هيمشي على افتراضك، يعني انت لو افترضتها 1 اوم هيمشي على افتراضك، افترضتها 2 اوم الدكتور هيمشي على افتراضك، وهكذا يعني. تمام. ده طبعا ان شاء الله يكون مديك القيم. دي كده كانت المساله الاولانيه. في حد عنده اي سؤال فيها يا باشمهندسين؟ في حد مش فاهم المساله الاولانيه جت منين؟ في حد مش فاهم اي حاجه؟ تمام. ندخل على question 4. هناخد دلوقتي question 4. question 4 بيقول لي عايز ال input output differential equation اللي بتريليت ال e node to ال e i of t and i a of t. هنا مين يقول لي عندي كام input؟ هنا عندي كام input؟ هاي باشمهندسين عندي كام input؟ 2. برافو عليك يا محمد، عندي 2 inputs. برافو يا عبد الله. اللي هم مين؟ اللي هم ال e i of t وال i a of t. عرفت منين ان دول الانبوتس بتوعي؟ ان جاب لي جنبهم of t. اي حاجه يجيبها لك of t يعني بين قوسين حرف t، ده كده معناه ان ده الانبوت. مين الاوتبوت؟ ال e node، هو قال لي اهو ال e node. طيب for the circuit show، مديك السيركت وقال لك عايز تجيب ال e node differential input output equation مع ال i a وال ثانية مش مهندسين، وكل واحد يحاول يحلها.
تمام. طيب هنبدأ يا باشمهندسين حل، و يعني كل واحد كده يقول لنا، او لو حد يحب يشارك برضو ما فيش مشكلة. في حد حابب يشارك يعني ان شاء الله حتى بالبداية كده؟ ماشي محمد اتفضل. حضرتك سامعني؟ اه اتفضل. هو انا خلصت، هو انا جبت تو ايكويشنز لكن ما خلصتهاش يعني للاخر، ما لحقتش اخلصها. تمام مش مشكله. قول لي مثلا اول حاجه عملت ايه؟ جبت كي سي ال عند ايه. تمام عملت كي سي ال عند الايه. افترضت الاول طبعا افترضت ان كل الكارنتس داخله داخله عند الايه. تمام. فالايكويشن تبقى اي اوف تي. اوكي ثواني انا قلت اي ماشي ماينس اي او اي عند الاي اوفر 1 الاي ماينس ثاني الاي ماينس اي ماينس اي عند الاي تمام اوفر 1 اي بلس الاي اي اوف تي الاي اوف اي الاي اوف تي يعني بلس اي عند بي ماينس اي عند الاي اوفر 2 حلو قوي ايكوال 0 لا عند بي عند بي اي عند بي ماينس اي عند اي برافو تمام على 2 ايكوال 0 برافو انت كده جبت الكي سي ال عند نقطه اي حلو قوي تمام حد حابب يشارك باي حاجه تاني بحاجه عمل كي سي ال تاني مثلا طيب ادهم اتفضل ميرسي شكرا ليك ادهم اتفضل هو احنا ممكن الاول في المعادله دي قبل ما نسيبها نشيل الاي بي ونخليها اي نود حلو قوي تمام حلو قوي صح بالظبط ان انت قلت ان الاي بي كده كده هو نفس النود مع الاي نود يبقى اي نود تمام اللي فكرت فيه بقى ان احنا نعمل كي في ال على اللوب الاوتر اللوب الخارجيه حلو قوي قلت ايه بقى هنقول الاي اي بتساوي على حسب اتجاهات الكرنت هتبقى اي اي ماينس اي اي على واحد زائد اي اي بتساوي ولا ماينس لا بتساوي على طول ماشي هتبقى اي اي ماينس اي اي على واحد او لا انا اسف هي اي اي ماينس اي اي بس من غير على واحد يعني كده طب قول لي لو انت هتعمل حاجه غير كي في ال على الاوتر لوب لو انت هتعمل مثلا كي سي ال عند البي هي ممكن برضو هتطلع ايه هتبقى اي اي ماينس اي اي بي هتعمل ايه اول حاجه هتعمل ايه هتفرض اتجاه الطياره هتفرضهم ازاي بقى ممكن لبر كله كلهم لبرا يعني كده صح كده ماشي بعد كده تبقى اي اي ماينس اي نود على 2 تمام و هو الكرنت بقى مثلا الكرنت بتاع الكاباستور ممكن نعمله بالقانون اللي احنا حافظينه اللي هي اي بتساوي سي دي اي برافو يبقى 2 اي نود بقى برافو اي نود ايه بقى دوت ولا ايه دوت بالظبط ها والكرنت في الثانيه هتبقى الكرنت بتاع الاندكتنس العكس بقى ما دام انت قلت السي دي اي يبقى هو العكس في الاندكتنس بيبقى العكس واحد على ال في انتجريشن تمام وبرضه نحط في انيشال فاليو مثلا هو هنا في المساله هل هو اداك انيشال لا يبقى خلاص هتحطها بايه مش هتعرف تحطها حاجه هتفترض ان هي بزيرو دايما لو ما اداناش الانيشال يا باشمهندسين بنفترض ان هي بزيرو خلاص فهنفترض ان هي بزيرو تمام ماشي شكرا ليك طيب زي ما زمان قالوا فعلا هو خطوات المساله باختصار بنعمل ايه بنعمل كي سي ال او كي في ال هنا انا حسيت ان انا هعمل كي سي ال ليه لان انا ما حسيتش ان الكي في ال هتفيدني بحاجه قوي ف
فهعمل كي سي ال. فزي ما زمايلنا قالوا في النقطة ايه هعمل كي سي ال. وطبعا اول حاجة يا باشمهندسين بنفترض اتجاهات القرن. فانا هفترض ان الاي 1 ده داخل كده، وبعد كده هفترض ان دول اي 2 الناحيه دي، وبعدين اي 2 ده بيتوزع هنا وهنا، وسميت الكرنت اللي ماشي في الكاباسيتنس اي سي، وسميت الكرنت اللي ماشي في الاندكتنس اي ال. وطبعا زي ما برضو زميلنا خد باله من النقطه اللي هي ان البي الاي عند نقطه بي هو هو الاي نود لانها نفس النود، تمام؟ فاول حاجه هعمل كي سي ال عند نقطه اي، فهتبقى زي ما زميلنا قال اي 1 plus IA بتساوي I2. طب I1 دي بتساوي ايه؟ بتساوي IEI حسب اتجاه الكرنت حسب ما بتقول مين minus مين. فانت هنا ماشي من الـ EI minus الـ EA plus الـ IA بتساوي الـ I2. طب الـ I2 بتساوي كام؟ بتساوي EA minus الـ EB، بس الـ EB هي هي نفس النود بتاعت الـ E نود، فهتبقى minus E نود على الاثنين. دي كده اول كيسي ال عند نقطة ايه. برضو عايزة أخلي ما فيش أي اتنين تحت، فهضرب في اتنين، فهتبقى اتنين EI minus تلاتة EA، لأن الـ EA دي هتروح الناحية دي، فهتبقى minus تلاتة EA plus اتنين IA بتساوي E node اللي هي negative E node اللي هي وديها الناحية التانية بplus، تبقى plus E node بتساوي zero. يبقى هظبط بس شكل المسألة. طب بنظبط شكل المسألة، حاجة مهمة برضو، بنظبط شكل المسألة على أساس إيه؟ دايما بنشوف الترم اللي احنا مش عايزينه ونخليه في ناحيه لوحده. مين الترم اللي احنا مش عايزينه في المساله دي او في الايكويشن قصدي دي؟ احنا عايزين الاي اي ده الانبوت بتاعي، وعايزين الاي اي ده الانبوت بتاعي، وعايزين الاي نوت ده الاوتبوت. يبقى مين اللي انا مش عايزاه؟ مش عايزه الاي اي، يبقى هجيبه في ناحيه لوحده. ناحيه لوحدها بتساوي 2 اي اي بلس 2 اي اي بلس اي نوت، دي كده ايكويشن 1. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل كي سي ال عند نقطه بي. KCL عند نقطة B يبقى الـ I2 بيساوي الـ IL plus IC، أعوض بكل واحد، الـ I2 بيساوي إيه؟ بيساوي الـ EA minus E نود على الاثنين، والـ IC بيساوي إيه؟ بيساوي CDE، يبقى 2 في الـ DE اللي هي E نود دوت، طبعاً الفولت اللي على الكاباسيتنس هو هو الفولت اللي على الاندكتنس اللي هو E نود، تمام؟ دول كده نفس الفولت، تمام؟ وبعد كده عندي الكارنت اللي ماشي فيه الاندكتنس هو واحد على ال، يبقى واحد على التلاتة في انتجريشن الاي نود. هعمل ايه؟ هضرب في ستة عشان انا مش عايزة يبقى في اي حاجة تحت، فانا عايزة اشيل الاتنين والتلاتة، يبقى هضرب في ستة، وهعمل ديفرنشيشن عشان انا مش عايزة يبقى في انتجريشن. هل انا في المعادلات بتاعت الانبوت اكويشن عندي انتجريشن؟ لا، يبقى هعمل ديفرنشيشن، يبقى هضرب في 6، فهتبقى دي 3 اي اي دوت، ان انا عملت ديفرنشيشن، ماينس 3 اي نود دوت بتساوي 12 اي نود دبل دوت بلس 2 اي نود، شلت الانتجريشن. هعمل ايه بقى؟ كده انا بقى معايا معادله فيها اي اي دوت، وانا معايا الاي اي، يبقى لو انا عملت ديفرنشيشن للمعادله دي هشيل الاي اي دوت اللي هنا دي، واعوض بالحاجات اللي هتبقى متبقيه لي هنا. فهعمل ديفرنشيشن لاول ايكويشن، فهتبقى 3 اي دوت اي اي دوت اللي هي دي، بعمل ديفرنشيشن للمعادله دي، فهتبقى 3 اي اي دوت ماينس 3 اي نود سوري ايكوال 2 اي اي دوت بلس 2 دي اي اي باي دي تي بلس اي نود دوت. اعوض بقى بال 3 اي اي دوت دي هنا، فهشيل ال 3 اي اي دوت واعوض بالكلام ده، هيبقى عندي 2 EI dot plus 2 DI A by DT plus E node dot، أكمل بقى minus 3 E node dot بتساوي 12 E node double dot plus 2 E node. أرتب بقى المعادلة، أحط الأوتبوت في ناحية لوحده والإنبوت في ناحية لوحده، وطبعا بحط الهايست أوردر الأول، فبقى كده عندي 12 E node double dot، هودي الـ E node دي الناحية التانية والـ E node دي الناحية التانية، فهيبقى عندي minus 2 E node dot أوديها الناحية التانية، تبقى plus 2 اي نود دوت بلس ال 2 اي نود، ده كده الاوتبوت. احط بقى في الناحيه الثانيه الانبوت، عندي 2 اي اي دوت بلس 2 دي اي اي باي دي تي، هقسم على 2 عشان لقيت ان كل المساله فيها 2، فهقسم على 2، فيبقى عندي 6 اي نود دبل دوت بلس اي نود دوت بلس اي نود بتساوي اي اي دوت بلس دي اي باي دي تي. دي الانبوت اوتبوت ايكويشن اللي بتوصف الانبوت مع الاوتبوت عندي في المساله. في اي حد مش فاهم حاجه في المساله دي؟ زي ما انتم شايفين الموضوع كله كي سي ال وكي في ال، بقعد اعمل كي سي الات وكي في الات. طبعا
يعني انا بشوف حسب انا مين اللي هيبقى اسهل لي. فانا هنا لقيت ان انا لما اعمل كي سي ال المساله خلصت معايا لما عملت 2 كي سي ال. تمام، في اي حد مش فاهم اي حاجه في المساله دي؟ صلاح، مش مفروض اي نود ماينس اي 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 نود ماينس اي اي؟ طب ممكن يا صلاح تقول لي بالظبط قصدك ايه؟ تفتح المايك وتقول لي بالظبط في انهي حته، او حد من الناس اللي متفقه معاه تقول لي بس هم قصدهم في انهي حته. اتفضل يا عبد الله. باشمهندس، في المعادله بتاعت ال لما جه عملت كيس ال عند البي، هو فرضنا الاتجاه لبره، الاتجاه لبره، وعملناها اي اي ناقص اي نود، والمفروض اي نود ناقص اي اي. يعني ايه عملنا الاتجاه لبره لا اهو الاتجاه اهو، هتبقى اي اي ماينس اي بي او اي اي ماينس اي نود. ايوه انا قصدي لما الباشمهندس اللي قبلي قال المعادله، هو مثلا هو غلط وقال اي اي ناقص اي نود، هو المفروض العكس. انت قصدك هنا، قصدك في الحل بتاع الباشمهندس ده؟ هو هنا فعلا في الاتجاه ده المفروض تبقى اي نود ماينس اي اي، مظبوط. والكومنت يعني من بدري يعني. اوكي سوري معلش. تمام اوكي، انا لسه اصلي شايفاه دلوقتي. تمام ماشي، شكرا ليكم. طيب حد مش فاهم اي حاجه؟ تمام يا صلاح، معلش انا ما خدتش بالي. تمام، في اي حد مش فاهم اي حاجه في حل المساله؟ تمام طيب، ندخل بقى على question 7. ندخل على question 7. انا هديكم بس يعني ايه دقيقتين كده تحاولوا تبتدوا فيها، بس يعني هنقول على طول الحل عشان الوقت، فهديكم بس دقيقتين تحاولوا تبتدوا كده تحلوا فيها. هفترض النقطه دي اسمها ايه، طبعا انت اللي بتفترض بقى في الامتحان وبتحط كل الاتجاهات وكل حاجه.
تمام. طيب عشان الوقت اتمنى تكونوا حاولتوا تحلوها بايديكم. تعالوا نشوف هنعمل الحل ازاي. اول حاجه هي المساله كان عايز ايه، عايزك تجيب set of state variable equations and an algebraic output equation للاي نود. يعني هنا بيقول لك عايز بقى الستيت فاريبل ايكويشنز. احنا في المسالتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الانبوت اوتبوت ايكويشن، هنا عايز الستيت فاريبل ايكويشنز. فاول حاجه نعملها طبعا نشوف مين الانبوتس والاوتبوتس بتوعنا. الانبوتس والاوتبوتس هما مين؟ الانبوت هو الاي اي والاوتبوت هو الاي نود. طيب وهو قال لك الاوتبوت ايكويشن للاي نود والانبوت هو اللي فيه حرف التي او حاجه اوف تي. طيب مين الستيت فاريبلز؟ اول خطوه كنا بنعملها لو تفتكروا بنحدد مين الستيت فاريبلز بتوعي. حد يقدر يقول لي هنا مين الستيت فاريبلز؟ حد يقدر يقول لي مين الستيت فاريبلز هنا؟ هيا باشمهندس مين الستيت فاريبلز؟ انا مش شايفه اي حد رافع ايده. هو في حد بيحاول يرفع ايده؟ انا مش شايفه حد بيرفع ايده. مش فاهم حتة الستيت هو اللي بيخزن طاقة زي السرعة والإزاحة. ازاي السرعة بتخزن طاقة؟ بص يا عبد الرحمن، هي حاضر هرد على سؤال عبد الرحمن وهشوف الناس اللي رفع ايديها. بص يا عبد الرحمن، دلوقتي احنا بنشوف الانرجي ستورينج اليمنت، ايه الحاجة اللي يعني بتخزن طاقة. طيب مين اللي بيخزن طاقة؟ اللي هو الماس او الجسم، يعني لما بيكون في جسم بيبقى مخزن طاقه. قيمتها قد ايه؟ قيمتها هاف ام في سكوير اللي هو اسمه مومنتم. تمام، دي الطاقه اللي بتبقى متخزنه في اي ماس. طيب مين اللي بيعبر عنها؟ مين يعني الماس ده ثابت، يبقى مين اللي لما بيتغير الطاقه دي بتتغير؟ الفيلوسيتي. كل ما الجسم سرعته تزيد الطاقه بتاعته بتزيد. مش انت دلوقتي لو واحد بيجري بسرعه جامده قوي يعني بيبقى كده في طاقه اكتر او في انرجي اكتر متخزنه فيه وعمال يجري بسرعه، ودي كده طاقه جامده، هتلاقي حتى جسمه بيسخن. ليه؟ لان دي طاقه. انت لما مثلا بتلعب في جيم وتجري جامد بسرعه جامده مش بتعرق جامد، وكل دي طاقه. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بتبذل مجهود كبير، فعشان كده في طاقه كبيره. وكل لما سرعتك تزيد كل ما الطاقه دي هتبقى اكبر. تمام. طيب السبرينج بيخزن طاقه ازاي؟ ان هو بيعمل سترين، بيبقى فيه اطاله. الاطاله دي هي دي تعبر عن طاقه، بدليل ان انت اول ما تسيب ايدك هو هيرجع مكانه، فهو طاقه وتحولت ل بوتنشال انرجي. تمام، الطاقه بتاعه السبرينج بتتحول لطاقه وضع، او هي طاقه وضع، وطاقه الماس بتبقى كايناتيك، طاقه حركيه. فعشان كده بنختارهم كستيت فاريبلز. نفس الكلام هنا في الكاباسيتنس والاندكتنس. طيب ديفيد رد قال الاي بتاعت السي والال بتاعت الاندكتور. الكرولوس اي اي اوف تي، انا بسال يا كرولوس على الاي اي اوف تي ده الانبوت، لكن انا بسال على الستيت فاريبلز. شكرا يا ديفيد. عندي هنا الاي بتاعت السي والاي بتاعت الاندكتنس. تمام اوكي مظبوط. تمام. طيب حد يقولهم لي برضو. احمد يحب يشارك اتفضل. الكرنت اللي في الاندكتور والفولت اللي على الكاباستور. يعني عندنا اتنين. اتنين. تمام حلو قوي، برافو عليكم، شكرا. يبقى شكرا، برافو للي قال. فعلا انا هنا هبص هشوف عندي اندكتنس وكاباستنس. عندي فعلا اندكتنس وكاباستنس. عندي التو هنري. طيب الاندكتنس مين اللي بيبقى الستيت فاريبل بتاعها؟ بيبقى الاي. اول ما اشوف اندكتنس الاي، والكاباسيتنس الاي الفولت اللي عليها. تمام، فكده انا هنا معايا الاي ال ومعايا الاي سي، يبقى دول كده فعلا الستيت فاريبلز بتوعي. شكرا ليك. طيب يبقى انا كده عايزه ايه؟ عايزه اجيب ايه بقى؟ عايزه اجيب الستيت ايكويشنز. ايه هم الستيت ايكويشنز؟ اللي هم الاي ال دوت اللي هي دي اي ال باي دي تي. دايما بنكتب دي اي عشان لما بنحط الاي فوقيها دوت مش هتبقى باينه هي دي نقطه الاي ولا نقطه يعني الدوت بتاعت الديفرنشيشن. فعشان كده دايما بنكتب دي اي ال باي دي تي
وعايزين الـ EC dot اللي هو الـ first order بتاع أو الـ derivative بتاع الـ state variables بتوعي. طيب ومنساش عايز مين تاني؟ عايز المعادلة بتاعت الـ E node. خلاص؟ دول كده ثلاث حاجات اللي أنا عايزه. هعمل إيه؟ هنا بقى هلاقي إن أنا ممكن أعمل KVL. طبعاً هسمي الفولت اللي على الـ inductance EL والcurrent اللي ماشي فيه IL، والفولت اللي على الكاباسيتنس اسمه EC، والكارنت اللي ماشي فيه اسمه IC. تمام؟ وهسمي النقطة دي ايه. طيب وطبعا خلاص بقى احنا بقينا شاطرين وعرفنا ان النوت دي كلها الفولت بتاعها اسمه EI، ده الفولت بتاع النقطة دي. تمام؟ خلاص كده حلو قوي. هعمل ايه؟ هعمل KVL. هبدأ بالKVL. KVL اللي انت بتمشي بتشوف كل الفولت اللي عندك مع بعض يعني. فانا بدات بالاي اي وهو بيساوي الفولت بتاع بقيه الحاجات لحد ما ارجع للنيجاتيف بتاع الاي اي. فلاقي ان انا عندي الاي اي بمر على ايه؟ بمر على الاي ال، اهو اول فولت قابلته اللي هو الفولت بتاع الحته دي كده. وطبعا الفولت بتاع الاندكتنس هو الفولت بتاع الكاباسيتنس دي. الاثنين دول بارلل، بس طبعا ما بقدرش اعمل ريدكشن غير لو الحاجات نفس النوع. نفس الكلام دول سيريز، بس ما بقدرش اعمل ريدكشن غير لو حاجات نفس النوع. هنا مش هعمل ريدكشن خالص. تمام؟ طيب فيبقى عندي هنا الـ EL plus الـ EC plus الـ E node. فالـ EI بيساوي EL plus الـ EC plus E node. تمام كده؟ طيب ممكن حد يعملها بطريقة تانية، يبتدي من نقطة ويشوف الاتجاهات بتاعته. فلو أنا بدأت من النقطة دي هعدي على الـ EL بالبوستيف، يبقى بوستيف EL. هعدي على الـ EC بالنيجاتيف، هعدي على الـ E node بالـ EC بالبوستيف، هعدي على الـ E node بالبوستيف، هعدي بالـ EI بالنيجاتيف. يبقى لو هنخليها يعني بتساوي 0 هتبقى اي 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 ال بلس اي سي بلس اي نود ماينس اي اي بتساوي 0. فخلينا الاي اي في ناحيه لوحدها، فبقت الاي اي بتساوي الكلام ده. دي كده ايكويشن 1. ثاني حاجه هعملها هعمل ايه؟ هعمل كي سي ال عند نقطه اي. يبقى الاي اللي داخل اللي هو الاي ال بيساوي الاي سي، الاي اللي داخل الاي ال اللي هو ده. وما انساش الاي اللي هنا، في هنا كمان اي اهو بتاع الريزيستنس بيساوي الاي سي. طب الاي ال خلاص انا كده كده عايزاها، والاي اللي هنا ده بتساوي ايه؟ بتساوي الفولت اللي هو اي ال على 2 بتساوي الاي سي. دي كده ايكويشن 2. طيب ايه تاني؟ عندي ايكويشن تانيه. لو انا عملت كي سي ال هنا، كي سي ال عند النقطه دي بتقول ان الكرنت اللي ماشي في الكاباسيتنس هو هو اللي ماشي في الريزيستنس. الكارنت اللي ماشي في الكاباسيتنس بيساوي كام؟ اللي هو الاي سي يعني بيساوي كام؟ بيساوي هاف اي سي دوت اللي هو زي ما قلنا سي دي اي او سي دي يعني. فبقت هاف اي سي دوت، وبيساوي كمان الكارنت اللي ماشي هنا اللي هو اي نود على الاربعه. دي كده ايكويشن 3. طيب من ايكويشن 1 وايكويشن 3 مش انا ممكن ان انا اقول ان الـ ان الاي ال، احنا عارفين من ايكويشن 1 ان الاي ال بتساوي اي اي ماينس اي سي ماينس اي نود، خليت الاي ال في ناحيه لوحدها. تمام؟ وبعد كده اعوض بالاي نود دي احط بدلها 4 اي سي. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن اعمل كده. يبقى هشيل الاي نود اللي فيه ايكويشن 1 دي وهحط بدلها ال 4 اي سي. تمام كده وصلت للمعادلة دي. طيب من المعادلة التانية بقى اللي هي دي هعمل ايه؟ هقول ان الـ EL بتاعتي بتساوي EI minus EC، وهشيل الـ IC وحط بدلها الـ EL plus EL على الاثنين. خلوا بالكم عشان ما انتهش، احنا اصلا هدفنا نعمل ايه؟ هدفنا نجيب الـ DIL by DT والـ EC dot، هو ده هدفنا. تمام؟ خلاص؟ طيب فانا شلت الـ EL بتساوي EI minus EC minus 4 IC، شلت الـ IC دي وحطيت بدلها IL plus EL على الاثنين. تمام؟ وبعدين جمعت بقى الترمز مع بعض، فبقيت عندي 3 EL بتساوي EI minus EC minus 4 IL. يبقى الـ EL بتساوي ايه؟ بتساوي EI minus EC minus 4 IL على الثلاثة. دي equation 4. بقى كده معايا الـ EL بتساوي EI و EC و IL. طيب من ثلاثة، من معادلة ثلاثة اللي هي دي اللي هي الاي سي دي دي، انا عايز اجيب اصلا الاي سي دوت. خلوا بالكم احنا كل ده عايزين ايه؟ عايزين نجيب الاي سي دوت، بس بدل ما انا عايزاها بدلالة الاي نود، انا مش عايزة الاي نود، انا عايزاها بدلالة مين؟ انا عايزاها بدلالة الانبوتس والستيت فاريبلز بتاعتي. فبالتالي رحت معوضة قلت ان الاي سي دوت اللي هي هنا بتساوي 2 اي سي، وانا عارف ان الاي سي بيساوي اي ال بلس اي ال على الاثنين.
فبقت بتساوي 2 اي ال بلس اي ال على 2. بس انا برضو مش عايزه الاي ال. ليه انا مش عايزه الاي ال؟ انا عايزه يا اما اي ال يا اما اي سي يا اما اي اي. فبالتالي هروح شيلت، هروح اشيل الاي من هنا، هشيل الاي ال بقى واحط بدلها مين؟ احط بدلها اي اي ماينس اي سي ماينس 4 اي ال، وطبعا خدت الثلاثة على الاثنين فبقت واحد على الستة. يبقى كده الاي سي دوت بتساوي نيجاتيف واحد على الثلاثة اي سي بلس 2 على الثلاثة اي ال بلس 1 على الثلاثة اي اي. وفعلا انا جبت كده الاي سي دوت. ليه؟ لان انا عندي هنا دي اي سي دي ستيت فاريبل، اي ال دي ستيت فاريبل، والاي اي ده الانبوت. يبقى احنا بنعمل كل ده ليه؟ علشان نجيب معادله ما فيهاش غير اي سي واي ال واي اي. فقعدنا نعوض ونلعب بالمعادلات لحد ما جبنا المعادله دي. طيب كده فاضل مين؟ فاضل الدي اي ال باي دي تي. اجيبها منين؟ ارجع اشوف هي دي اي ال باي دي تي بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على ال في الاي ال. ده القانون الاساسي اصلا من غير حتى ما اجيبها من هنا، يعني من غير ما اجيبها من المعادلات هنا انا عارف ان الاي ال بتساوي ايه او الدي اي ال بتساوي ايه. بتساوي 1 على ال اي ال. مش عارفين كده ان الاي ال بتساوي ال في دي اي ال باي دي تي. فكده معانا الاي ال اوريدي، احنا جبنا القانون بتاعها اهو اي اي ماينس اي سي ماينس 4 اي ال على 3، عوضنا بيها فطلعت لنا ان الدي اي ال باي دي تي بتساوي نيجاتيف 1 على 6 ماينس 2 على 3 اي ال بلس 1 على 6 اي اي. يبقى كده جبنا برضو الستيت ايكويشن بتاعه الدي اي ال باي. فاضل مين؟ فاضل اجيب المعادله بتاعه الاي نود برضو الاي ال والاي سي والاي اي. فانا عارف ان الاي نود من المعادله دي بتساوي ايه؟ بتساوي 2 اي سي دوت، وانا الاي سي دوت اوريدي جبت المعادله بتاعتها، فبقت خلاص معايا المعادله جاهزه برضو معايا. الموضوع كله كي سي ال وكي في ال، يعني هو كله سيركتس من الاخر. في الالكتريكال سيركتس الموضوع كله سيركتس. تمام؟ في حد مش فاهم اي حاجه في المعادلات اللي احنا جبناها؟ في اي حد تاه مش فاهم اي حاجه في المعادلات؟ عبد الرحمن كنت رافع ايدك. اتفضل يا عبد الرحمن. هو المفروض احنا نجيب الستيت فاريبل في ناحيه يعني، والباقي كله المفروض يكون ايه بقى؟ المفروض يكون انبوتس وستيت فاريبلز تانيين يعني ولا؟ المفروض ان الستيت ايكويشنز عندك، لو انت عندك اكس 1 واكس 2 دول الستيت فاريبلز بتوعك، يبقى انت الستيت ايكويشنز المفروض تعمل كده، تجيب اكس 1 دوت بتساوي اي حاجه في الاكسات، يعني ما يظهرش عندك غير x1 وكونستانت طبعا وx2 واليو لو الانبوت عندك يو، ونفس الكلام الx2 دوت المفروض ما يظهرش معاك غير x1 وx2 ويو. تمام؟ فاحنا هنا كان عندنا مين الستيت فاريبلز بتوعي؟ الاي سي والاي ال. مين الانبوت؟ الاي اي. يبقى انا عايزه اجيب معادله للاي سي دوت والاي ال دوت بدلاله الاي سي والاي ال والاي اي، وعايز اجيب معادله الاوتبوت برضو بدلاله الاكس او اللي هو الاي سي والاي والاي ال والاي اي. تمام؟ يعني انت الستيت ايكويشنز هي الفيرست اوردر دريفيتيف بتاع الستيت فاريبلز بتساوي شويه حاجات في الستيت كوفيشنتس، يعني كونستانت في الستيت فاريبلز وكوفيشنتس في الانبوتس، والاوتبوت برضو كوفيشنتس بيساوي كوفيشنتس في الستيت فاريبلز زائد كوفيشنتس. تمام كده يا عبد الرحمن؟ تمام. تمام اوكي. هو معلش بس في سؤال كده يعني، هو الفكره الصوره دي نفسها يعني، هل هي المفروض احنا حطيناها في الصوره دي عشان هتفيدنا في حاجه قدام ان شاء الله؟ يعني ايه حطيناها في الصوره دي عشان هتفيدنا في حاجه قدام؟ قصدك حطيناها في الستيت سبيس ريبرزنتيشن بالظبط؟ يعني هل الهيئه دي بتفيدنا يعني بتسهل لنا حاجه قدام ولا؟ طبعا بتسهل لنا حاجه قدام بالظبط، بتسهل لنا ان احنا نقدر نعمل نتحكم في السيستم. انت عشان تتحكم في اي سيستم لازم تكون بتعرف الخصائص بتاعته. زي لو تفتكر في مساله قبل كده لما كنا قلنا مثلا ان الاكس 1 بتساوي الاكس 1 دوت التغير في الديسبيسمنت بتاع اي سبرينج بيساوي الفيلوسيتي بتاعه الجسم ده، مش انت كده تقدر تعرف؟ لو انت عرفت الفيلوسيتي في اي وقت تقدر تعرف تتنبأ بالاكس دي هتتغير ازاي. بلاش، تعالى في الاكزامبل اللي احنا فيه ده، لما انا بقول لك ان التغير في الكرنت الاندكتنس بيساوي
نيجاتيف 1 على 6 في الفولت اللي على الكاباسيتنس وماينس 2 على 3 اي ال بلس 1 على 6 اي اي. مش كده؟ لو انت في اي لحظه عرفت الانبوت بتاعك وعرفت قيمه الاندكتنس والاي سي استهم تقدر تتنبأ بالتغير بتاع الكارنت، يعني تقدر تقول ان بعد ثانيه الكارنت هيبقى كذا وبعد ثانيتين الكارنت هيبقى بكذا. الدي اي الدي اي باي دي دي بتديك تنبؤ بالتغير في الكارنت. نفس الكلام الاي سي دوت بيقول لك ان الفولت اللي على الكاباسيتنس هيتغير بعد ثانيه هيبقى بكام، بعد ثانيتين هيبقى بكام. فلو عندك اي انيشال كونديشن، يعني عندك قلت لك ان انا في اللحظه دي عملت ستوب كده للسيستم وقست الاي سي وقست الاي ال وانا عارف الانبوت قسته برده، يبقى في الحاله دي انا بقى معايا ايه؟ بقى معايا ريت التغير بتاع الحاجات، بقيت اقدر اتنبأ في اللحظه اللي بعد دي هيبقى الحاجات بكام. تمام كده؟ طيب اخر بقى مساله معانا يا باشمهندسين ان شاء الله هناخدها في شيت 4 هو question 9 عندي اهو بالمنظر ده. بيقول لي عندي السيركت شون ان فيجر كونتينز تو كارنت سورسز، عندي اتنين كارنت سورسز one of which is voltage controlled، يعني في واحد منهم voltage controlled يعني هو بيتغير لما الاي اي ده بيتغير. تمام؟ هو الفا في اي اي يعني لما الاي اي بتتغير هو بيتغير. وعندي اهو الاي اي اي اوف تي ده الانبوت بتاعي والاوتبوت بتاعي اي نود. فهو بيقول لي عايز الانبوت اوتبوت ديفرنشال ايكويشن اللي بتوصف الاي نود والاي اي اوف تي، يعني عايز معادله ما فيهاش غير اي نود واي اي. تمام كده؟ برضو زي ما اتفقنا عشان الوقت بقى هقول لكم الحل بتاعها على طول. عشان الوقت هنحلها على طول يعني. هنبدا نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا كل مرة هنسمي نقطة، فأنا هسمي النقطة دي نقطة A وهسمي النقطة دي نقطة B. تمام؟ وزي ما اتفقنا الفولت بتاع النقطة دي كلها هنسميه EA والفولت بتاع النقطة دي اللي هو EB هو الـ E2. خلاص؟ وهفرض اتجاهات الكارنت، فافترضت كل كارنت الـ I of I دي هفترض ان هو داخل كده وماشي كده وبعد كده داخل كده وماشي كده، بعد كده هو مديك الكارنت سورس هنا، وهفترض اخر حاجه ان الكارنت في الاوتبوت ماشي الناحيه دي. وطبعا سميت الايات ده اي 1 اي 2 اي 3 اي 4. خلاص دي اول خطوه. بعد كده هبتدي اعمل كي سي ال وكي في ال. هاجي عند النقطه دي هعمل كي سي ال عند نقطه ايه، فالكي سي ال هنا هيقول ان الاي اوف اي بتساوي الاي 1 زائد اي 2 زائد اي 3، دي الكارنتس اللي عند نقطه ايه. تمام؟ طيب ال I1 بيساوي A بيساوي 2 CDE، يبقى 2 في ال E اللي على الفولت اللي على الكاباسيتنس اللي هو ال EA دوت، ده الفولت بتاع النقطة دي EA والفولت بتاع النقطة دي 0، يبقى هيبقى EA دوت. تمام؟ بلس ال I2 بيساوي A، ال I2 بيساوي ال EA مضروب مقسوم على ال resistance، ال resistance اللي هي بنص، يبقى هتبقى 2 I 2 اي اي. طب الاي 3 بيساوي كام؟ بيساوي 2 اللي هي الريزيستنس او في على ار، الفي باي اي ماينس اي بي، اي اي ماينس اي بي، والاي بي احنا قلنا ان هي الاي نود، يبقى اي اي ماينس اي نود على النص اللي هو الاثنين تطلع فوق، يبقى دي كده الاي اي اوف تي 2 اي اي دوت بلس 4 اي اي ماينس 2 اي نود. دي كده اول معادله. هعمل بعد كده كي سي ال عند بي، كي سي ال عند بي يبقى الكرنت اللي هو اي 3 بلس اللي داخل بيساوي اللي خارج، يبقى الاي 3 بلس الالفا اي اي بتساوي اي 4. طيب الاي 3 بتساوي ايه؟ بتساوي اي اي ماينس اي نود على نص، يبقى 2 اي اي ماينس اي نود بلس الالفا اي اي بتساوي 4 اللي هي اي نود على ربع اللي هي 4 اي نود. فاقدر اقول بقى يبقى الاثنين بلس الالفا في الاي اي بتساوي 6 اي نود، جمعت الكوفيشنز بتاعت الاي اي والكوفيشنز بتاعت الاي نود، فبقى عندي ان الاي اي بتساوي 6 على 2 بلس الفا اي نود. دي كده تاني معادله. طيب لو عوضت شلت بقى الاي اي، انا مش عايزه اي اي يظهر خالص، يعني انا في المعادله دي انا عايزه الاي نود والاي اي، يبقى هشيل في المعادله دي اللي هي نمبر 1 دي هشيل الاي اي من هنا واحطها هنا، فهيبقى عندي اي اي اوف تي بتساوي 6 2 مضروب بقى في 6 على 2 بلس الفا في الاي نود دوت، يعني هنا في ديفرنشيشن، بلس 4 مضروب في 6 على 2 بلس الفا في الاي نود ماينس 2 اي نود اهو، يبقى 2 في 6 ب 12 على 2 بلس الفا اي نود دوت بلس 12 على 2 بلس الفا اي نود ماينس 2 اي نود. جمعت الكوفيشنز بتاعت الاي نود في ناحيه
مع بعض، فبقى عندي I of t بتساوي 12 على 2 plus alpha e node dot plus 8 minus 2 alpha على 2 plus alpha e node. وكده خلصت المسألة. في حد يا باشمهندسين مش فاهم أي حاجة في السكشن؟ في حد مش فاهم أي حاجة في السكشن؟ عبد الرحمن أنت رافع إيدك ولا ده بالغلط؟ طب بتفضل يا عبد الرحمن لو عندك أي سؤال. لا مفيش حاجة. تمام أوكي. طيب في أي حد يا باشمهندسين مش فاهم أي حاجة؟ طيب بص يا صلاح، هو فاضل كده 3 سكاشن وهقول لكم هنعمل فيه ايه، بس نجاوب الاول على سؤال محمد. اتفضل يا محمد. محمد عندك سؤال؟ محمد حسام الدين عندك سؤال؟ انا عملت لك allow to unmute، ممكن تعمل unmute للمايك من عندك. اه تمام يا باشمهندس تمام. هو معلش سؤال، هو الالفا هنا المفروض ان هي اوتبوت؟ لا الالفا هنا كونستنت، الالفا هنا كونستنت، الالفا دي كونستنت. يعني انا بقول لك ان الكارنت سورس ده هو كونستنت في الاي اي، كونستنت رقم يعني كونستنت الفا. تمام تمام. الاوتبوت هو الاي نود، الالفا دي كونستنت اعتبرها رقم 3 4 اي رقم، يعني مش حاجه مش اوتبوت، يعني هو رقم كونستنت عادي. تمام. طيب في اي حد يا باشمهندسين عنده اي سؤال تاني؟ طيب احنا كده هنقفل الريكورد.